أعزائي الطلاب، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس الرسم التعليمية لمادة الرسم الهندسي باستخدام الحاسب لطلاب الصف الثالث الثانوي المهني الصناعي. درسنا اليوم هو الدرس الرابع عشر من سلسلة دروس الرسم التعليمية والدرس السابع من دروس الوحدة الثانية في الكتاب. سوف نتعرف في درسنا اليوم أو سيتم تنفيذ التمرين الاختبار السابع من الوحدة الثانية في الكتاب، وسوف نقوم بإعادة شرح لبعض الأوامر التي ذكرت سابقا مثل البولي لاين، البوكس، السلندر، واكسترود، وسبتراكت، وموف. سوف ننتقل الآن إلى رسم التمرين الموجود عندنا ضمن الكتاب. مثل ما ملاحظين التمرين موجود عندي ضمن الكتاب بأبعاد المسقط الأمامي والمسقط الجانبي معطى معي. بدي نفذ أنا جسم ثلاثي الأبعاد من خلال هالمسقطين. الأبعاد المعطاة عندي كطول المسقط الأمامي هو 80، عرض المسقط الأمامي 68، وعرض المسقط الجانبي 68. أيضا يوجد تجويف بالمسقط الجانبي مثل ما ملاحظين على ارتفاع 20، وضمن المسقط الأمامي يوجد عندي أنا أيضا تجويف بعرض 20 وبنزولا أيضا 20 للحصول على نصف قطر دائرة قوس. أيضا يوجد عندي أنا ضمن المسقط الأمامي نلاحظ دائرتين حقيقيات ومربع وهمي. هالدائرتين الحقيقيات هن بيعبروا لي، نشوفها نحن المسقط الجانبي، الدائرة بقطر 12 هي دائرة مثقوبة أو أسطوانة مثقوبة على عرض الشكل كاملا، أما الدائرة بقطر 20 فهي إحدى جوانب هذه الأسطوانة أو الجانب الأيمن. طبعا نشوفه أنا من الأمام، أيضا هو المسافة الموجودة عندي كعرض الشكل أنا 30، والثقب معطى معي بعرض 18، فإذا طرحنا 18 من 30 حيبقى معي أنا 12. هال 12 هي مقسمة على 2، 6 من الجانب الأيمن و 6 من الجانب الأيسر. إذا الثقب الموجود عندي أنا هون هو ثقب بقطر 20، المسافة أو العمق موجود عندي هو 6. نلاحظ أيضا عندي أنا هون مربع وهمي رسم بخط متقطع للدلالة على أنه وهمي، أي أنه مرسوم من الخلف. أيضا أبعاده 20 بـ20، فهو موجود على الجانب اليساري من المسقط الجانبي، أيضا على عمق 6 موجود عندي. أيضا يوجد فتحة في أسفل الشكل على عرض 30 وارتفاع 10. سوف ننتقل إلى برنامج أوتوكاد لبدء الرسم. سوف نختار ملف جديد نيو كاد ايزو 3D. طبعا أخذنا نحن كشكل منظور متوازي. طبعا نحن رح نبدأ برسم الشكل موجود عندي. رح أبدأ أنا برسم المسقط الجانبي وهو الأسهل. رسم المسقط الجانبي حقوم بعملية رسم بالبولي لاين، ومن ثم أعطائه بعد ثالث وهو 68 موجود عندي، فبكون أنا حصلت على المجسم موجود عندي. طبعا هو رسمه أسهل من رسم الشكل. بإمكاني أن أرسم بوكس كامل بعرض 68 وارتفاع 80 موجود عندي حسب الشكل، ومن ثم أقوم بتفريغ الجوانب، حذف الجوانب الموجودة عندي. طبعا برسم الشكل أنا هو 68 كعرض الشكل. إذا بدأنا من هذه النقطة مثلا 68 إلى اليمين ارتفاع 20، عندي 68، إذا شلت منه أنا 30 حيبقى عندي 38. 38 إذا قسمتها على 2 حيبقى عندي أنا المسافة 19 من هذا الجانب و 19 من الجانب الثاني. طبعا الارتفاع الموجود عندي أنا هو 80
مطروح منه 20، هيبقى الارتفاع هذا طول الضلع الموجود عندي هو 60، ومن ثم إلى اليسار 30، إلى الأسفل 60، ومن ثم إلى اليسار أيضا 19، والعودة 20. سوف نقوم برسم الشكل الموجود معنا بأخذ أمر بولي لاين. طبعا نغير الواجهة إلى ثلاثي، هي واجهة موجودة عندي ثنائي للتسكير أيضا من شارة المسنن الضبط. بأخذ 3D موديلينج، تغير عندي أنا واجهة التطبيق إلى أوامر الثلاثية. بأخذ من قائمة دراو بولي لاين، هبدأ أنا من 0-0 بتفعيل التعامد موجود عندي أن يسارا 60-68 كموجودة عندي، ومن ثم إلى الأعلى 20، يسارا أن 19، وإلى الأعلى أن 80-20 فهي 60، ومن ثم أيضا يسارا 30، إلى الأسفل 60، أيضا إلى اليسار 19، ومن ثم بإمكاني أنا أغلق الشكل الموجود عندي والخروج من أمر بولي لاين. طبعا أنا رسمت الشكل الموجود عندي، أعطي أنا بعد ثالث من خلال أمر أكسترود، نرجع نتذكره أمر أكسترود وإعطاء بعد ثالث، أخذت الأمر، بتم تحديد الشكل الموجود عندي، ومن ثم الضغط على زر إنتر. البعد الموجود عندي هو 68، إنتر، حصلت على البعد الموجود عندي. حصلت على الشكل، أنا راح أقوم بعملية تدوير الشكل من خلال أمر 3D Rotate موجود عندي. 3D Rotate، أنا بحدد الشكل، أنت تظهر عندي ثلاث دوائر. مثل ما حكينا أنا الدائرة المطلوبة عندي هي الدائرة ذات اللون الأخضر، ومن ثم أقوم بعملية تدوير الشكل الموجود حسب الشكل اللي بدي إياه أنا. مثل ما ملاحظين حصلت على هذا الشكل. الآن على التمرين الموجود عندي أنا حصلت على هذا الشكل، لاحظوا المسقط الجانبي الموجود عندي وهو نفسه. هلا أنا بدي أشتغل ضمن المسقط الأمامي، لأن المسقط الجانبي ليس عليه أي عمل تماما، فأنا راح أشتغل على المسقط الأمامي. المسقط الأمامي موجود عندي هون، أنا مثل ما ذكرنا أنه موجود عندي أنا فتحة على بعد 20، طبعا هالفتحة بعرض ايضا 20. موجود عندي انا هون نص دائرة، هالنص دائرة هي قطرة 20 موجود عندي حسب القطر. فمركز هذه الاسطوانة او هذا الثقب هو على بعد 20 من الاسفل وفي مركز الشكل. هنقوم بالرسم. طبعا انا راح افتح قائمة الاختصارات، هي كنترول واحد تطلع لي انا عندي البوبرتز اختصارات. راح اغير لون الخط حتى يبين معي انا للايضاح. اخذت بالبولي لاين، فانا هون راح اخذ من منتصف الشكل. طبعا احنا راح نفعل الخيار الديناميك يو سي اس. مثل ما ملاحظين انه انا بدي ارسم على هذا الوجه مباشرة من منتصف الشكل نزولا إلى الأسفل. مثل ما حكينا المركز الأول موجود عندي هو مركز ثقب 20، انتر، ومن ثم كمان عندي أنا مثل ما ملاحظين هون بالشكل أنا حصلت على هاي النقطة. عندي مراكز هذه النقطة أنا بطالع فورا هي على بعد 45، فأنا لما نزلت 20 بداية فمعناتها هلأ المسافة الثانية هي 25. فأنا هون نزلت مثل ما ملاحظين أول نزول هي 20، نزلة الثانية حتكون موجودة عندي 25، انتر، الخروج من البولي لاين. مثل ما ملاحظين أنا رسمت هذا الخط الموجود عندي. هأخذ أسطوانة أولا. طبعا أنا لاحظوا على هذا الخط حيطلع عندي كتير أنا نقاط مميزة. طبعا أنا لازم أقدر ميزها. عندي المثلث هو منتصف خط، فبالتالي أنا ما بيهمني، أنا بدي المربع هو بداية ونهاية خط.
هي المسافة 20 أنا راح حصلت عليها، وبنهاية الخط هون عندي أيضا هي مسافة 25 يلي أنا حصلت عليها. هي البداية، بداية الخط هي مسافة 20، نصف قطر الأسطوانة هي عنديها 10 أمتار. طبعا بما أنها هي مفرغة فطولها غير محدد لكوني أنا بدي أطرحها بطول على التاني. طبعا هي مفرغة من أيضا من الأعلى، فأنا بإمكاني أخذ بولي لاين يرسم بشكل حر على هذا الوجه بتفعيل النقاط المميزة هي الكواردينت، هي أرباع الدائرة. بلقط أنا هي النقطة بارتفاع، طبعا أنا فعل التعامد لا على التعيين، بس أنا أطلع من الشكل بضغط ضغطة ومن ثم إلى اليمين. هون عندي المسافة أنا حتكون هي 20 حصرا وليست عشوائية، مثلا انتر نزولا إلى ربع الدائرة ومن ثم العودة إلى النقطة الأولى. أنا رسمت شكل حر هون موجود عندي، أيضا حقوم بعملية اكسترود لهالشكل الحر الموجود عندي، وضغط على زر الانتر وبطول لعلى التعيين. طبعا أنا هذا الشكل اللي مثل ما ملاحظين رسمناه هلا، أنا بدي أقوم بعملية طرح للشكل، حدد الشكل الموجود عندي ومن ثم انتر ومن ثم تحديد البوكس اللي رسمته مع الأسطوانة المرسومة ومن ثم الضغط على زر انتر. مثل ما ملاحظين تم عملية تفريغ الشكل الموجود عندي. هلا بالعودة إلى الصورة، أنا فرغت هذا الشكل، ظل عندي أنا عملية تفريغ هالأشكال الموجودة عندي اللي أنا رسمت مركزها حصلت عليها. مثل ما أن أنا عندي أول شيء أسطوانة بقطر 12 وهي على طول تعتبر على طول الشكل مصقوبة كاملا، ومن ثم أسطوانة ثانية بقطر 20. حنرسم بداية هالأسطوانتين الموجودين عندي. طبعا الأسطوانة بقطر 20 هي بعمق 6. رح ناخد أسطوانة أولا، هنغير اللون، رح ناخد أسطوانة موجودة عندي مثل ما لاحظنا قطنا النقطة هي عندياها أنا بقطر 12، فبالتالي نصف القطر 6 أمتار، ومثل ما حكينا بطول لا على التعيين، أو حتى فيني أنا أخذها مثلا بطول 30 وهو عرض الشكل. لاحظوا أنا هون أخذت 30 موجود عندي، أنا كوني رسمت على هذا الوجه فطلعت الأسطوانة هي إلى الخارج، وبالتالي هي حتكون عندي أنا ناقص 30. لما بلقط أنا هاي النقطة أخذت نصف قطرة 6 أمتار، وبالتالي عندي أنا العمق تبعيتها كوني أنا مفعل الديناميك يو سي إس هي ناقص مثلا 30 أو بطول حر ما بهم. طبعا في عندي الأسطوانة الثانية أنا الموجودة عندي، أنا لما باخد فيني كبر الشكل للإيضاح، باخد المركز تمام واللي هو نفسه المربع اللي نهاية الخط. أنا هون عندي نصف قطر الدائرة الثانية هي 10 انتر، أيضا بنفس الطريقة أنا عندي الغماقة 6 ولكن إلى الداخل، يعني الإكس الطول الشكل أو الزد الموجب هلا أنا اخترت للسطح هي بهذا الاتجاه، فبالتالي أنا بدي له ناقص 6 انتر حتى يرسم لي إياها إلى الداخل. حنقوم بعملية تدوير الشكل لرسم المربع. طبعا أنا لما بدي أرسم المربع لي عدة خيارات، أنا برسم المربع بإمكاني أرسمه على مستوى الإحداثيات X و Y، ومن ثم أقوم بعملية تدوير الشكل ومن ثم نقله إلى وجه هذا الشكل. أيضا مباشرة أنا فيني أخذ ريكتانجل ومن ثم تحديد هذا المستوى. مثل ما ملاحظين أنا محدد هذا الوجه، أي أن أنا بدي أقوم بالرسم على هذا الوجه. أنا فيني أختار أي نقطة لا على التعيين، أنا مثلا اخترت هاي النقطة، لاحظوا مباشرة هو برسم لي على نفس المستوى. أيضا أنا بدي أكتب شيفت 2 لآت حصول على نسبي، نسبة اللي هي النقطة أنا اللي أخذتها عشوائية 20 أبعاد المربع فاصلة 20 انتر.
مثل ما ملاحظين رسم لي هالمربع. انا هذا المربع هو موجود ضمن هالمستوى اللي انا بدي ارسم عليه، فبالتالي انا بامكاني انقل هذا المربع. باخذ امر موف موجود عندي، ومن ثم تحديد المربع تظهر عندي انا مركز المربع، انا بهمني المركز، بدي انقله حتى احصل على مركز هذه النقطة مثل ما ملاحظين. هذا المربع الموجود عندي انا بدي اعمل له اكسترود للمربع الموجود عندي. انتر. ايضا المسافة الموجبة مثل ما ملاحظين ليكو الزد هون ظهرت عندي، لاحظوا الزد الموجب الى الخارج، فبالتالي هي ناقص 6 ايضا بالاتجاه السالب تسمت لجوا. فهلا انا بدي اقوم بعملية تفريغ الشكل. تفريغ الشكل هو امر سبتراكت موجود بقى علامة تبويب سوليد ايديت. سبتراكت اخذناه، حدد الجسم الاساسي اللي بدي اياه انا انتر، ومن ثم بامكاني انا احدد ارجع احدد كامل الجسم موجود عندي، اعمل احاطة للجسم. لاحظوا شو اللي تحدد، حدد عندي مثل ما ملاحظين على الشاشة، تحددوا هالمربع والاسطوانة بقطر 20 والاسطوانة بالمنتصف مثل ما ملاحظين. بضغط على زر الانتر بتم عملية تفريغ الشكل مثل ما ملاحظين، تفريغه هون بدائرة 20، وايضا تفريغه هون بمربع ابعاده 20 ب20. طبعا انا هذا الخط اللي رسمته هو للمساعدة، ما عاد في داعي له، فبقوم بعملية حذف له. هلأ ضل عندي أنا ضمن الشكل الموجود عندي هي عملية تفريغ هالقطعة، القطعة السفلية الموجودة عندي. القطعة السفلية الموجودة عندي هي بطول 30 أو عرض 30، خلينا نقول ارتفاع 10. نرجع لبرنامج الأوتوكاد. طبعا بأي جانب من الجوانب إن كان هاد أو الجانب الثاني فرسمنا حيكون صحيح. حنغير اللون أيضا. طبعا أخذت بالبولي لاين لأول مرة. طبعا أنا هون مثل ما ملاحظين بدي أرسم على هذا الوجه، وبالعودة إلى النقطة اللي أطلع عندي هي نقطة مربع، حنكبر الشكل حتى يبين معانا، نوضح أكثر. مثل ما ملاحظين انا اخذت امر بولي لاين، لونت هذا السطح الموجود عندي، لاحظوا عشان الطالب ما يتخربط كيف عندي انا هون لما افعل خيار ذكرناه سابقا هو الديناميك سي اس، هذا الخيار انا مشير عليه بالماوس، فانا بلون هذا السطح اي يعني تقريب الماوس على هذا السطح، ومن ثم بلتقط نقطه مميزه اللي هي موجوده عندي. طبعا انا الرسم موجود عندي هيك كبعد للشكل مثل ما ملاحظين، انا هون مسافة 30 العرض 68، اذا طرحنا 30 من 68 حيبقى 38، فاذا 19 من هذا الجانب ومن ثم 19 من هذا الجانب. فاذا بداية انا بدي ارسم هذا الخط الموجود عندي بطول 19 انتر، وحاقوم بعملية اخراجه الى الخارج لسهولة التقاطه ومن ثم المسح تبعيته. هلا راح ارجع اخذ بولي لاين مرة تانية. انا اسست لعملية الرسم. بامكانك ترسم مستطيل مباشرة على نفس الوجه مثل ما رسمناه هون احنا بالتمرين او بالحالة الماضية اللي كانت موجودة عندي لما فرغت انا مسافة 20، ولكن انا لقوم بعملية تبديل الاوامر هي للمعرفة اكثر. ايضا برسم على هذا الوجه وبلتقط هاي النقطة. عندي انا المسافة للأعلى هي 10، الى اليمين 30، ومن ثم الى الاسفل 10، ومن ثم بالعودة الى النقطة الاولى وخروج من الشكل. طبعا هذا الشكل لاحظوا هو لسهولة التقاطه لهذا الخط الموجود عندي وحذفه، انا اخرجته من الشكل. طبعا هي حصلت انا على هالفتحة الموجودة عندي هي بعرض 30 وارتفاع 10. هلا بنقوم بعملية
اكسترود لها تحديد الشكل انتر والطول تبعيتها مثل ما حكينا عشوائي بامكاني انا ارسمه، ومن ثم اخذ عملية سبتراكت كتفريغ الشكل بتحديد الجسم الاساسي، ومن ثم الضغط على زر انتر، ومن ثم تحديد العنصر اللي مراد حذفه والضغط على زر انتر. مثل ما ملاحظين تم عملية تفريغ القطعة الموجودة عندي. هلا انا اذا اخذت الشكل هذا، لاحظوا كمسقط امامي موجود عندي، كمسقط امامي فرونت، تمام، هذا هو المسقط الامامي موجود عندي بالفتحة الموجودة بالخط. طبعا هون في عندي انا خط حقيقي، ايضا عندي انا الفتحة الوهمية، دائرتين الموجودات عندي، الفتحة الموجودة عندي. اذا اخذت انا كليفت مسقط يساري مثل ما ملاحظين، هو عندي هون انا الفتحة، هو خط وهمي، ومثل ما ملاحظين انا عندي الشكل حيظهر مثل ما ذكرنا ضمن الرسمة. حصلت على اسطوانة بقطر 12، ومن ثم فتحتين احداهما دائرة والثانية مربع موجودة عندي، والمسافة هي 6x6. هذا هو الشكل الموجود عندي، وبالتالي كون انا انهيت رسم التمرين الاختباري السابع الموجود عندي، ومن خلاله نكون انهينا درسنا لليوم. وان شاء الله الى لقاء اخر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.